الرحيم. طبعا أنا قبل ما أقرأ عليكم بيان الإعلان أحب بس أقول أن غزة كانت في قلب ووجدان الوالدة الله يرحمها، وكان هم الكبير ومعاناة كانت بالنسبة له، كان يحس بألمهم ويحس باللي قاعد يصير وتأثر جدا جدا. يعني احنا اللي كنا قريبين من عنده كنا نلمس هذا الشيء، فلذلك كان هو حريص على ابراز دور الشعراء والشعر في هذا المجال. والحمد لله بعد اعلان عن الجائزة ما شاء الله كانت المشاركات كبيرة جدا، واليوم بهذا المناسبة نقرأ عليكم بيان الاعلان عن الجوائز وعن ماتم. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم 23 أكتوبر 2023 وجهت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى الشعراء العرب في مختلف البلدان العالم للمشاركة بقصائدهم في ديوان شهداء العزة، لإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن المواقف الوطنية والمشاعر الإنسانية التي نشعر بها جميعا إزاء ما يجري أمام عيوننا من فظائع رهيبة ضد المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب العربي الفلسطيني في غزة. وقد جاء هذا النداء انطلاقا من المواقف الثابتة للمؤسسة ورئيسها الراحل والدي المرحوم عبد العزيز سعود البابطين، الذي ظل طيلة حياته ملتزما بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، كما كان رحمه الله حريصا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة لدعم الفلسطينيين الصامدين في وجه العدوان. نذكر منها مبادرة التبرع $1,000 يوميا طيلة فترة الانتفاضة الأولى سنة 1987، ومبادرة التكفل بتقديم نحو 100 منحة دراسية سنويا لأبناء شهداء الانتفاضة للدراسة ضمن بعثة سعود البابطين الكويتي للدراسات العليا، ومبادرة بناء مكتبة البابطين داخل حرم جامعة القدس بالضفة الغربية المحتلة سنة 2001، فضلاً عن إصدار ديوان الشهيد محمد الدرة سنة 2001 وديوان القدس سنة 2018 وغيرها من المبادرات والإسهامات اللي قدمها الوالد رحمه الله دعماً للقضية الفلسطينية على مدى 40 عام. وقد أعلنت المؤسسة عن تنظيم مسابقة بين القصائد المشاركة في ديوان شهداء العزة بعرضها على لجنة تحكيم فنية متخصصة، مع إصدار القصائد التي تجيزها لجنة التحكيم من بين القصائد المشاركة في المسابقة في ديوان يخصص ريعة كاملة لصالح المساعدات الإنسانية في غزة. ولفت الانتباه أن الأيام القليلة التي تلت الإعلان عن المسابقة شهدت إقبالا غير عادي من الشعراء العرب المشارك للمشاركة في المسابقة التي تحولت إلى تظاهرة ثقافية وطنية وإنسانية، وتقديرا لهذه الاستجابة غير المسبوقة وتجاوبا مع زخم المشاركة قرر الوالد رحمه الله رفع قيمة جوائز المسابقة ليصبح $10,000 للقصيدة الأولى و$7,000 للقصيدة الثانية و$5,000 للقصيدة الثالثة. وبحلول موعد انتهاء فترة تلقي المشاركات في 30 نوفمبر 2023 كان عدد القصائد التي وصلت للمؤسسة 1410 قصيدة تقدم بها 1246 شاعر وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية، بما يؤكد أن رهاننا كان ولا يزال وسيظل بإذن الله تعالى مرتبطا كما يقول دائما والد رحمه الله بثقتنا المطلقة في ضمائر شعرائنا وحسهم القومي ومسؤوليتهم الوطنية تجاه الحقوق العادلة لأمتهم. وعلى الفور بدأت المؤسسة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بعمل التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من 5 من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب. وقد استمر عمل اللجنة قرابة 3 أشهر عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي، وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصيدة للمشاركة في الديوان واختيار القصائد الفائزة منها على النحو الآتي:
الجائزة الأولى وفاز بها الشاعر محمد عبو من الجزائر عن قصيدته حداء شارب الريح. والجائزة الثانية وفاز بها الشاعر والضاح علي حاسم من اليمن عن قصيدته وطن يصلي في الجحيم. والجائزة الثالثة وفاز بها الشاعر أحمد سيد هاشم من مملكة البحرين عن قصيدته شهيد مخضب بالورود. وإيمانا منا بمكانة الشعر في حياتنا وقيمته في التعبير عن مواقف الإنسان العربي وآماله وطموحاته، والتزاما بنهج الوالد العزيز رحمه الله في تقدير الشعر والاحتفاء بالشعراء، قررنا رفع قيمة جوائز المسابقة لتصبح مكافأة الجائزة الأولى 15,000 دولار، ومكافأة الجائزة الثانية 10,000 دولار، ومكافأة الجائزة الثالثة 5,000 دولار. كما قررنا إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس الأمناء وأعضائه ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.